طيب دي عينة عشوائية وبدون مونتاج، يعني ما احنا ما انتقيناش، احنا نزلنا بالمايك وسألنا ناس ردوا، فأعتقد إن المؤشرات اللي احنا أتينا بها في مفتاح الحياة من هذه العينة العشوائية بتقول إنه نسبة أكتر من اللي بتقوله مراكز استطلاعات الرأي. هتشارك ولا مش هتشارك؟ فإحنا أعتقد إنه قدام حضراتكم نسبة واضحة بدون مونتاج وعينة عشوائية في أماكن متفرقة من القاهرة العاصمة. طيب اللي هيشارك ده هيشارك ليه؟ إيه أسبابه في إنه يشارك في العملية الانتخابية؟ خلونا نسمع من الناس نفسه. طبعا لازم نشارك وبناشد جميع المصريين، كل المصريين ينزلوا، لان هم دي فرصتنا احنا، لان دلوقتي لو ما نزلناش المتأسلمين وانت عارفه اللي ضد البلد واللي ضد النجاح البلد فرصه ليهم ان هم بقى هيكتسحوا كل حاجه عشان الدنيا تبقى ماشيه، نختار حد اللي هو اللي يناسب ينزل. طبعا ان شاء الله هنشارك في الانتخابات، ولابد كلنا نشارك في الانتخابات عشان نحدد مصير البلد، وكل واحد يقول رأيه بصراحة وشفافية عشان مصر تنهض شوية كده وتتقدم، بدل ما احنا عمالين بنرجع كده لورا. يعني هشارك بإذن الله، وعشان مصر تبقى حلوة إن شاء الله، وتبقى حلوة بإذن الله. بإذن الله هنشارك في الانتخابات، لازم كل مصر يشارك في الانتخابات، لازم كل واحد يدلي بصوته، لأن احنا لازم يبقى عندنا برلمان قوي ويعبر حقيقي عن الشعب المصري. هشارك عشان أشوف الراجل اللي صالح للبلد وللمواطن، هو ده اللي هننتخبه. عشان ربنا ان شاء الله، يعني لازم ننزل عشان نشوف الصالح ونعمله. لازم نشارك، لازم كلنا ننزل ونشارك، لان الانتخابات اللي جايه دي تعتبر اهم انتخابات في مصر. اولا اشكر الشعب المصري على وعيه، لانه حقيقي الشعب المصري هو القائد، هو المعلم حقيقي. الناس مدركه مدى الخطوره. يعني الراجل الجميل اللي في بدايه التقرير قال دي فرصتنا احنا، واحنا بايدينا، احنا اللي بنحدد احنا عايزين ايه واحنا رايحين فين، محدش بيسوق بينا، احنا اللي بنحدد الاتجاه وبنفضل ماشيين واخدين في وشينا زي ما قلت. وكمان اعجبني قوي انه الست اللي قالت عايزين ننهض ونتقدم مصر، قالت على مصر عشان تبقى حلوه. هي مصر حلوة بينا وحلوة لينا، بس نتحرك، بس نعمل، مش واحنا قاعدين في بيتنا بنتكلم. بلاش نتكلم، خلينا نبقى رجال أفعال لا أقوال زي ما بيقولوا. ورجال أنا قصدي رجال، لأن ستات مصر رجالة قوي على فكرة.